والله يعني وش قلت يا مصطفى؟ على حساب ما رانا نشاهدوا يعني المباراة على حساب نشاهدوا. أنا نشوف يعني حتى نزيدوا نشوفها من هذه الزاوية نظن يعني لعب الكرة يعني نقولها بكل صراحة. المهم خوتي معكم مهدي المرسي تاع العطوف بالعيال. بون اليوم ماتش تاع مولودية سي ار بي شفنا بزاف حوايج صراو في السطاد، ما لازمش نخليهم يجوزوا هكذاك، لازم نهضروا عليهم باش يفهم البيبليك تاع مولودية واش كاين، باش يعرفوا علاش ما درناش تيفو، علاش ما درناش كراك، علاش ما درنا والو. يا دم شطر شطي لا بغيت تربح انا عندك يطيك بل تبغي الريح سنت من الدماء وتخسر في العفر شدة بالله والعطي ربي لعي مشي مليح ويحني درويح ما نخطب شي ما نصبح موسى نطروا جوار ما يلعبوش الملاح لي فيهم ونربحوهم وما ميلعبوه نربحوهم باذن الله شباب حاجه ما خافوش حنا ربحنا دوك على برا يخلفوا في الدين تاعهم تاع سبع سنين هذا الشباب راهم جايين ويعاودوا يولوا كيما كنا حنا بالوزاد نعرفوا البالون ان شاء الله نسيو نربحوا سي ار بي نكره مغنوا مع الشباب زوج حنا الدونجي ولاد بيكور نربحوهم خارجين فيهم حنا التاريخ ما يقدروا الناس باب الواد كاع شناوا جي سي ار بي تنحمل حلو بعدا خوف شويه من لي زاربي انا جاب لي ربي هما ما يقولوا ماشينين افير لينا يا ولا حنا نلعبوا بلا الجول داك البيت وقت شي تمارك ان شاء الله لي دانيير ميني تاع دوزيام ميطون باش هاك تولي الماتش ربي ان شاء الله نربحوا اموري تكون واحد يا اخو ان شاء الله ماركي سايح زوج ان شاء الله دوالي يعلم اصالي هذاك يا اخو سايح يا اخو اصالي سايح شي بورتات تاع سي ار بي شي بورتات تاع المولودية وينو يسمع هاواك انا كي الخوا عبد الملك جقبالة يطرد في هذه الدقيقة الثالثة من المرحلة الثانية عمار عمور في هذه الكرة تبادل كروي بين عناصر الشباب رباش توصل الكرة لا مكحوت وسط الميدان التغيير إلى الوراء عناصر الشباب يحاولون الاحتفاظ بالكرة ربحا للوقت ومحاولة إخراج عناصر المولودية أيضا محاولة نقدر نقول اتعابهم وجعلهم يتعبون من التمريرات الكثيرة عمار عمور ضيع منه هذه الكرة التدخل موبيطون لكنها تبقى لفريق شباب الوزداد الآن الأمور عمار عمور أو ربيح عمار عمور بسيطة من عمار عمور يهدي بفضلها الهدف الأول لفريق مولودية الجزائر عمار عمور يقدم الكثير والكثير لشباب الوزداد خاصة في هذه اللقطة يتسبب في طرد اللاعب جقبالة يستعيد كرة من جقبالة يرتكب عليه الخطأ ينفذ كرة ثابتة وهدف أول لشباب الوزداد وكنا قلنا المباراة ممكن يحسمها كرات ثابتة والآن هذا هو الدليل ولكن نقول كرة كانت يعني نعود نشاهدوا كرة كانت مقوسة وحتى شوشي نظن يعني ما يقدر يعمل حتى شيء يعني في عندما تجيك كرة بهذا الشكل تنفيذ الكرة بطريقة سهلة وبسيطة وذكية جدا من عمار عمور يفتتح باب التسجيل ربما للمباراة وجه آخر بعد هذا الهدف الأول أنا دوك نقول لكم تو سامبلومون دوك نقول لكم علاش هما دخلوا حنا المدخل باسكو هما عندهم قربات حنا ما عندناش قربات حنا عندنا ربي هذه هي مارغريت شو زواولة الحمد لله زواولة نحبو مولودي هذه أنا نقولها لكم ونعاودها لكم زواولة ونحبو مولودي وجود نقعدوا توجور نحبها وتوجور نديبلاسيو مع مولوديا وتوجور نديرو كلش على جال مولوديا هادي باش نقولها لكم ما تكرهوناش السطاد كاع ما تكرهوناش ونقول خونا هذا قرباج الله يهديه وان شاء الله يخمم مع مخوش دار قبل الماتش هذا سمعنا كاع بلي راح يطلع مع لي جور ولا تعشى مع لي جور معليش دوك انت يرحم باباك شغل يقول لك الاحتراف هذا الاحتراف هذا تقعد بيه راك مريض انت هذا الاحتراف هذا ايه واش دير وعدي باش يفهموا برك خاوتي واش صار اليوم في الصطاد كذا باش ما يقولكش علاش ما درتوش تيف وعلاش ما درتوش الفيميج علاش ما درتوش كذا علاش واش صار حقرونا
هادي يعني وكلوا عليها مربي وخلاص. والابروشان ان شاء الله ان شاء الله يكونوا حوايج من هادي هي. وعلى اخر تراوفي راح يكون خاودي صح. ولكن قلنا كذلك ان شباب النصير قادره ان تقتل المباراه وهدف يعني نقدر نقول جميل وجاء في الوقت يعني المناسب. نظن المباراه نقدر نقول انتهت بفوز شباب النصير. إذا خرباش يتمكن من إضافة الهدف الثاني بهذه الطريقة كرة طويلة المراوغة والتسجيل بهدوء. شوشي ليس له ما يفعله في هذه الكرة. إذا هدفين دون جيت البيسير تاع المولودية باش تشري كاجوا ما نعرفش لاكسي ما نعرفش لاكسي مي كيف كيف على وراء المشكل. فرحان اليوم بزاف شوا شباب من نت دو ماتش دو فيكتوار. لا باس لا باس لا باس الحمد لله. انا خصكم فيكتوار في الفان ان شاء الله ان شاء الله ابارتي فيفري فيفري باش نولوا الفاوت. مازال راح تشري ملاعبين في الميركاتو دوك مازالنا اللقاء مع انسونج دو ترافاي مع المدرب الجديد هو اللي قرر هو اللي حدد ما كنا ستوماك والو. شو جبت من نت ما قلتلوش جيب لا هو اللي قالها صراحة قبل ما نلحقوا الاخر قال لك نلعب الادوار الاولى. Gotcha!